بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ربما يتساءل البعض عن شيء مهم، وهو أنه كيف يمكن التشرف بزيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الكبرى؟ هل ممكن أن يوفق الإنسان إلى زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والإمام غائب عن الأنظار ومخفي عن الأبصار؟ مع ملاحظة أمر مهم، التوقيع الوارد عن انتهاء الغيبة الصغرى للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وشروع وبدء الغيبة الكبرى. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. ثم يضيف الإمام سلام الله عليه: وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة وهو كذاب مفتر. التوقيع الوارد عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يصعب الأمر لنا في تصديق مثلا من ادعى رؤية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام أنكر هذه المسألة وقال: بمن ادعى الرؤية والمشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة بأنه كذاب مفتري. فما هي الحيلة وما تقولون؟ بالنسبة إلى هذا التساؤل، الإمام سلام الله عليه بين أمد وانتهاء فرصة الغيبة الصغرى وانتهاء هذه المدة وشروع الغيبة الكبرى. الوكيل الأخير للإمام أو السفير الأخير للإمام علي بن محمد السمري، هذا الشخص بوفاته وارتحاله عن الدنيا انتهت الغيبة الصغرى للإمام عليه الصلاة والسلام. فما قال الإمام وما جاء في هذا التوقيع الشريف عن الإمام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إنما يفيد أمران، كما قاله بعض العلماء. أفسروا هذا التوقيع بأن ما قاله سلام الله عليه إما هذه المسألة، بأنه من ادعى، يعني الذي نستفيده من هذا التوقيع، من ادعى أنه وكيل أو سفير أو نائب للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد علي بن محمد السمري فإنه كذاب مفتر، انتهت الغيبة الصغرى فلا وكيل للإمام ولا سفير للإمام ولا نائب للإمام ولا مندوب للإمام إن صح التعبير بعد علي بن محمد السمري، فمن ادعى المشاهدة هو كذاب مفتر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني على أن من ادعى الرؤية باختياره، يعني حاليا أنا في بيتي أتمكن وباختياري أن أرى الإمام سلام الله عليه، أنا في سفر الحج أتمكن أن أزور الإمام وأتشرف بزيارته، أنا في المدينة المنورة أزور الإمام باختياري، وهل مجرى من ادعى المشاهدة باختياره وأنه متى ما أراد يتمكن أن يتصل بالإمام سلام الله عليه الغائب عن الأنظار فهو كذاب مفتر. وما نقل لنا في الكتب وما نقل صدرا عن صدر ممن قد رأى الإمام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والروايات في ذلك كثيرة، المئات بل الألوف ربما من الحالات التي ذكرت في الكتب المعتبرة من أناس ثقات علماء وهكذا عدول، ذكروا لنا مشاهدات
وزيارات لبعض من الأفراد تشرفوا بزيارة الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، مما نقطع بذلك وبما وقع لصدق قولهم ولاعتبارهم والوثوق بكلامهم. فما مثلا ادعاه وفما ذكره صاحب النجم الثاقب في كتابه من الذين قد تشرفوا بزيارة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مما نتيقن بذلك ومما نقبل بذلك، إذ أنهم أناس عدول ثقات مؤمنون، نقبل بما قالوا ونترك من قال بأنه يدعي الرؤية والمشاهدة بالمعنيين الذين ذكرت أو هناك معان أخرى. فهذه الأمور الواقعة تذكر تشرف البعض بنحو يقيني إلى زيارة الإمام سلام الله عليه، وهكذا تثبت زيغ وكذب من ادعى النيابة والسفارة للإمام سلام الله عليه. الإمام أنكر وكذب وأبطل من ادعى المشاهدة والسفارة للإمام سلام الله عليه. أنا مندوب للإمام، أنا نائب للإمام، متى ما أردت أن أتصل بالإمام، أكون مع الإمام، أتحدث مع الإمام، أحضر في زيارة الإمام سلام الله عليه، إنما كذب الإمام هذا الصنف من الناس، وهذا الذين وهم الذين قد ادعوا الرؤية والمشاهدة بهذه الكيفية. أما ما ذكر في بعض الكتب وما ذكر ووصل إلينا من زيارة بعض الناس مثل المرحوم السيد محمد مهدي بحر العلوم، مثل المرحوم مثلا الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي وأمثاله من العلماء الأجلاء، مما نتيقن بذلك ومما نقبل به، فهؤلاء قد حازوا على مراتب سامية نقبل بكلماتهم، وما كانوا ليدعوا أنه متى ما أرادوا أن يتصلوا بالإمام سلام الله عليه ومتى ما أرادوا أن يزوروا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فما يكون في زمن الغيبة الكبرى من الناس إنما هو باختيار من الإمام، أن يأتي الإمام سلام الله عليه إلى ويتيح لهم الفرصة ويسمح لهم بزيارته عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أن يكون باختيارهم متى ما أرادوا أن يتصلوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمور وغيرها نراها مما ذكرت في الكتب ومما قد ذكرها العلماء من وقائع مهمة. وهناك أمر مهم حقيقة، في زمن الغيبة يدعي الكثير من الناس الارتباط، أو البعض من الناس الارتباط بالله، الارتباط بولي الله وحجة الله الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عليه السلام، مما قد يزيل الاعتقاد ومما قد يزلزل الاعتقاد أيضا بإمامة الإمام سلام الله عليه، وهل أنه غائب عن الأنظار، وكيف يتمكن الناس بسهولة وبمرونة أن يزوروا الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، ويصعب على عدة أو يستحيل على آخرين. فهذه المسائل ستحدث حالة من الفوضى وحالة من عدم الطمأنينة وعدم الاعتقاد بغيبة الإمام سلام الله عليه وتزلزل العقائد. إذن الإمام سلام الله عليه في هذا التوقيع الشريف أنهى الغيبة الصغرى بوفاة علي بن محمد السمري، وقال ببداية الغيبة الكبرى، وأن من ادعى الغيبة بعد هذا المشاهدة بعد هذا والرؤية فإنه كذاب مفتري، ليصد الإمام سلام الله عليه لعله هذه الأباطيل وما تنسب من الارتباط إليه. من ادعى أنه يرى الإمام سلام الله عليه يدعي على أن الإمام قال كذا وكذا، والإمام بريء منه والإسلام بريء منه، فالإمام أراد أن يصد عن هؤلاء وهذه الأكاذيب والأباطيل، فكذب من يدعي باختياره رؤية الإمام ومشاهدته، أو من يدعي أنه سفير من قبل الإمام سلام الله عليه ومندوب من قبل الإمام ووكيل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن ما وقع من علمائنا الأتقياء الثقات العدول العلماء إنما هو واقع نقبل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرؤية وليه وحجته والمشي على خطاه سلام الله عليه والاقتداء به في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.